بزاف ديال التحديثات اللي وقعوا في هاد الكيو 4 بحال وايز مابقاش كتقبل ال تي دي, سترايب مابقاش كيقبلوا بروف اوف ادريس ديال المغرب, وبزاف ديال التحديثات الاخرين اللي عندهم علاقه بفيسبوك ادز او شوبيفاي. فهاد الفيديو غنهضر لكم على كاع التحديثات اللي وقعوا وشنو هما البدائل اللي ممكن نخدموا بهم باش نعوضوا هذوك المشاكل اللي ديجا طراو. سو بقى معايا حتى الاخر. هاد الفيديو معني بيه بالامر اي واحد كيخدم الاي كوميرس او خاصه دروب شيبينغ. اولا ديزول على هاد الغبره باسكو الكيو 4 كان عندي بزاف ديال الخدمه, سو ما بقيتش قادر انني ندير بزاف ديال لي فيديو. سو قلت نختم العام بهاد الفيديو اللي فيه واحد الملخص ديال كاع دوك التحديثات اللي وقعوا في هاد الاربع شهور الاخرى, خاصه انهم تحديثات في دوك الحوايج اللي كنخدموا بهم تقريبا بشكل يومي اللي عنده علاقه بفيسبوك ادز او شوبيفاي او لي بانك بحال وايز او بايونر او سترايب اللي 90% ديال الدروب شيبرز كيخدموا بها. نبداو اول حاجه بترانسفير وايز او لا وايز. تقريبا في 3 سيمانات اللي فاتوا وايز ما بقاتش كتقبل ال تي دي, يعني اي واحد داوا كريا كومباني ال تي دي يعني في اليو كي ومشى بغى يدفع بها الوايز باش يقدر يستعمل البنك ديتيلز ديالهم, ولاو كيقولوا لك انك غادي تدخل في واحد الويتين ليست, وهذيك الويتين ليست حنا كاملين عارفين باللي عمرها غادي تسالي, يعني بطريقه غير مباشره كيقولوا لكم باللي راه حنا ما بقيناش كنقبلوا الكومبانيز ال تي دي اللي كاينين في اليو كي. القرار راجع على انه بزاف ديال الدراري اللي سابميتاو ليهم بالال تي ديز ولاحظوا باللي بزاف ديال لي كونت كيتسسبانداو والتايب ديالهم انهم كيكونوا محلولين عند عرب او الناس اللي عندهم ال تي دي, يعني لاحظوا باللي اغلب المشاكل ديالهم كيجيو عن طريق الناس اللي كيمتلكوا كومباني ال تي دي في اليو كي, وخرجوا بقرار في الاخر انهم غادي يمنعوا هاد التايب ديال الكومبانيز اللي محلولين في اليو كي. باغ كونتر الكومبانيز الاخرين بحال ال ال سي او لا كوربوريشن راه مازال كيقبلوهم. دونك في هذه الحاله هذه وايز ما بقاتش شي سوليسيون اللي هو سوليد بالنسبه لاي واحد كيخدم الايكوم وبغى يكون عنده شي بنك اونلاين. دونك ولا بدا خصنا نقلبوا على بدائل. ما بين احسن البدائل اللي لقيت صراحه كاين تيديو, دفعت ليهم اكسبتاو ليا الاكونت. تيديو تايا تكون الترناتيف بالنسبه لوايز, سيرتو انه تقدروا تدفعوا ليها يعني بالايدنتيتي مغربيه او لا فلافريك وتقدروا انكم تحلوها بكومباني في اليو كي. هذا سوليسيون ما بين لي سوليسيون كاين ال تي دي هو بايونر, بايونر اللي هو معروف. دونك احسن الترناتيف بالنسبه لوايز غادي يبقى هو تيديو او لا بايونر. من الناس اللي كاينين في اليوروب يقدروا يخدموا مثلا بريفوليت باسكو ريفولوت حتى هي سوليسيون, ولكن كيخص ضروري يكون عندك شي ريزيدونس اللي كاينه في اليوروب او لا ليكتو كتعرفوا شي واحد قريب لكم في اوروبا يقدر يحل لكم اكاونت في ريفولوت وتقدروا تخدموا به. وبالنسبه للناس اللي عندهم ال ال سي كيبقى احسن سوليسيون اللي كنستعملوا حتى انايا هي ميركوري. ميركوري بنك اللي كتقبل الناس اللي عندهم كومباني ال ال سي في اليو اس, وهي بنكه اللي هي الصراحه مزيانه, يعني ديجا عندي اكثر من عامين وكنخدم بها بطريقه اللي هي تقريبا يوميه. دونك فيها بزاف ديال الفيوتشرز وبنكه اللي هي سوليد حتى من ناحيه ديال السدان, ما كتكونش كتسسباندي لي كونط بحال وايز يعني بطريقه اللي هي بالسربه, زائد فرضا سدوا لك الاكونت كاع الفلوس اللي فيه راه كيرفانديوهم لك لشي اكونت اخر اللي انت كتبروفايديه لهم. سو ميركوري كتبقى احسن الترناتيف بالنسبه للمشكل اللي واقع مع وايز. سو الناس اللي عندهم بيوجي صغير ما قادرش انهم يحلوا ال ال سي, يقدروا يحلوا كومباني في اليو كي ويقدروا يدفعوا بها فور اكزامبل التيديو او لا بايونر. الناس اللي عندهم بيوجي شويه مزيان وقادرين انهم يحلوا ال ال سي يقدروا يخدموا بميركوري. وما بين البلاتفورم اللي كان ريكوموندي انهم تحلوا بهم ال ال سي كاين سترايب اطلس اللي ديجا انا خدمت به. سترايب اطلس كيحلوا تقريبا كومباني بال ال سي بالبرايس ديال 500 دولار زائد واحد لافونتاج اللي هنايا هو انهم دايرين واحد كولابوريشن مع ميركوري. سو اوتوماتيكمون ملي كتحل سترايب اطلس كتابلي الميركوري وكيكون تقريبا نص ديال لي زانفورماسيون ديجا بروفايداتهم سترايب اللي هما عندهم علاقه بالكومباني, كيبقى غير لي زانفو بيرسونيل اللي كتبروفايديهم تنتو اللي كتبروفايديهم حتى نتايا, وكتكون تقريبا 90% غادي تقبل لك ميركوري. ماشي بحال الا دفعتي لهم شي ال سي شي بلاصه اخرى, يعني كتكون تقريبا 60-70% وشي ابروفيوك ولا لا على حسب لي زانفو اللي دخلتي ليهم وانت كتسيطابي الاكونت. اللي جات عاوتاني سترايب اطلس غاليه, كاين بروفايدر اخر اللي هو الفيرست بيز اللي هو تا هو معروف بالنسبه للال ال سي اللي كيقدر انه تحلوا فيه اكونت بالال ال سي, غير خصكم تبروفايديو شي ستور مزيان اولا شي بزنس موديل مزيانه بالنسبه للميركوري باش انهم تقدر تاكسبتيكم, بويسكو فيرست بيز ما دايرهاش شي كولاب مع ميركوري. يعني فيرست بيز كتبقى حتى هي السوليسيون بالنسبه الناس اللي باغيين يحلوا ال سي. الفرق ما بينها وما بين سترايب اطلس كيبقى تقريبا جو بونس غير 100 دولار الا جيت هنايا البرايسين. اوكي فوالا 400 دولار.
So first space باش تحل لي السيب لي زانفو ديالك كاملين كطلب لك تقريبا 400 دولار باغ كونط سترايب اتلاس 500 دولار. ولافونتاج ديال سترايب اتلاس ابار كولابوريشن هو الفيز. سو كتقول لك انك غادي تستعمل سترايب اكونت وديك سترايب اكونت الفيز ما غاديش تحسبوا لك حتى كتريشي 100,000 دولار. يعني هذيك 2.9% اللي كتاكسبتي او اللي كتحيد سترايب من كل ترانزاكسيون ما غاديش يقطعوها حتى تريشي 100,000 دولار اولا دوز بها تقريبا عام. سو اللي سبق الاول سو الريفينيو ديال 100,000 دولار اولا داز عام عاد ديك الساعه كتبدا تاخذ لك الفيز ديال لي ترانزاكسيون. يعني هذا افونتاج سورتو الدراري اللي ديجا بادين ولا عندهم نيفو مويان وديجا كيديروا شي ريفينيو. ندوزو دابا للسوجي الثاني اللي هو عنده علاقه بشوبيفاي ومع تراكين سوفتويرز. سو تراكين سوفتويرز كاملين اللي معروفين بحال علي هانتر، بي بي سباي، سبايسيس، دروب شيب هانتر، اول اوف ذيم كانوا كيعولوا على واحد بحال تقول واحد الثغره اللي كاينه في شوبيفاي اللي كيعرفوا بها اكزاكتومون واش السيل كتجي في هذيك ستور ولا لا. يعني واحد ستاجو كتابديتا وابخي كيعرفوا بلي هذيك السيل جات، يعني كيافيشيو لينا كوم كوا راه هذه المبيعه راهي جات وحقيقيه. مؤخرا دابا تقريبا في سبتمبر شوبيفاي فيكسات هذا المشكل، يعني هذيك البلاصه اللي كانوا كيعرفوا منها السوفتويرز واش السيل جات ولا لا غطاتها. سو ملي غطاتها كاع تراكن سوفتويرز خدامين بنفس السيستم سو كاملين ولاو كيعطيو واحد الارقام اللي هي ما كايناش. يعني بحال اللي كيعطيو ديما المبيعات في كل دقيقه كيجيو في كاع لي برودوي. وتكون لاحظتوا الناس اللي كيستعملوا اكس باي والاكستنشن ديال اكس باي ديال التراكين راه التراكين تقريبا ولا كيعطي كل دقيقه كاع لي برودوي كيجيو منهم سيلز. هذه الحاجه اللي هي غلطه. سو الاغلبيه فداك الوقت ديال التراكين سوفتويرز كاملين مابقاوش خدامين ولاو كيعطيو نمبرز اللي هما فيك. مؤخرا كل واحد دار دي سوليسيون، كل بلاتفورم تقريبا دار شي سوليسيون، كاين اللي خدام ليها، كاين اللي كيعطي ارقام اللي هي ما كايناش، وكاين اللي كيعطي واحد الارقام اللي هما مور اكوريت، وهي الوحيده اللي لقيت فيها السوليسيون اللي هي اكزاكتومون افيكاس وجربتها ديجا على لي ستور ديالي. مي قبل ما نقول لكم درت واحد تيست، شديت واحد ستور من ستورز ديال ستودنتس ديالي وغنشدو وغنحطو في كاع التراكين سوفتويرز وغنشوف كل واحد شحال غادي يعطيني ديال السيلز اللي جاب انطلاقا من هاد ستور، علما ان ستور مازال جديد ويلا تقريبا فلاش ديالو شي 15 يوم وديجا داير مثلا واحد ريفينيو. غنشوف واش لي بلاتفورم اخرين عرفوا هذيك الريفينيو اللي جاب هذيك ستور او لا. نشوف. اوكي سو غادي نجيو هاد ستور ديال واحد ستودنت اللي غادي يبدا من نبداو ليه من لو 15 حتى لو 21 انا ريفريشي باش نعرف تقريبا شحال ديال الريفينيو اللي فا اللي فيه. عندنا 4,800 دولار. شديت نفس ستور وحطيته في التراكينز اللي معروف بحال دروب شيب وشوب هانتر وسباي سيلز وبي بي سباي. سو غنبداو بدروب شيب اللي ديجا حطيت فيها دابا ستور تقريبا اكثر من 5 ايام، وشاك فوا ملي كنكليكي على انسايت كيعطوني بلي ستور راه كيكوليكتاو فيه سيلز وما كيافيشي والو. يعني كثر ديجا كثر من 5 ايام وما كيقول لي اشاك فوا بلي 24 ساعه، وما اشاك فوا كيقول لي 24 ساعه ورجع ساعه ما قدروش يديتيكتيو كاع السيلز ديال هاد ستور. يعني غالبا خدامين بشي سوليسيون لا نقول لكم في الاخر كيفاش. ندوز في البي بي سباي انا ريفريشي. سو حطيته في نفس كاع تراكين سوفتوير حطيت فيهم لي ستور في نفس لادات هنا تقريبا دونك من لو 16 من لو 16 في شهر 12 هنا عاطيني باللي راه هاد ستور جاوب 35,000 دولار. باغ كونط الا جيت هنايا في هاد 7 ايام يلاه جاب 4,800 دولار. هنا في بي بي سباي كيقولوا لي باللي راه جاب 35,000 دولار اللي هو رقم بعيد بزاف على الواقع واللي ظاهر انهم خدامين بسيميلر ويب. سيميلر ويب هي هذه اللي معروفه كتقدر تعطينا الترافيك. يعني هاد السوليسيون اللي دايره بي بي سباي هي انه بحال زعما كتعطيني واحد ليستيماسيون انطلاقا من ترافيك، وهذه الحاجه اللي هي غلطه بزاف. يعني يقدر واحد يكون داير غير ترافيك في الويب سايت ديالو وحنا نصحابو بلي راه كيجيب سيلز بصح، ودونك عمر شي ستور غادي يعطونا فيه سيلز اكوريت لهذيك الدرجه. فوالا دونك بعيد كل البعد. اجول سباي سيلز خدامه بسوليسيون اللي هو مختلف واللي حطيت فيها ستور تقريبا في نفس لادات اللي قلت لكم دونك من لو 15 حتى لو 21 واللي اقرب وحده عطاتني ريزولتس مور اكوريت لحقاش ما بين 4,800 دولار و 4,260 دولار اللي هي قريبه بزاف. دونك اقرب وحده اللي عطاتني ريزولتات تقريبا ماشي 90%.
غنجي لشوب هانتر واللي هي لا ميم شوز بحال دروب شيب، ما قدروش انهم يعطوني ريزولت واخا حاطوا ليهم اكثر من 3 ايام دابا، ما قدروش انهم يعطوني ريزولت ديال هاد لي ستور. سو سباي سيلز خدامه بسوليسيون والاخرين خدامين بسوليسيون مختلف. سوليسيون اللي دايرين السوفت ويرز الاخرين كيعتبروا انطلاقا من ترافيك. سو علاش ما ديتيكتاوش هاد ستور بحال شوب هانتر؟ لان هاد ستور مازال فيه اصلا ترافيك ناقص بزاف، واللي سيميلر ويب اللي كيستعملوها باش يعرفوا الترافيك مازال اصلا ما ديتيكتاش هاد ستور، مازال ما ديتيكتاش شحال ديال الترافيك فيه، يعني خاص دوز واحد المده اكثر من شهر شهرين عاد ديك الساعه ممكن يعطيونا الترافيك ديالو، عاد ديك الساعه ممكن السوفتويرز الاخرين يخرجوا لكم شحال ديال ريفينيو. باغ كونتر في سبايسيلز سوليسيون اللي خدامه به عنده علاقه بالبيكسل، يعني مثلا كنا كنحطوا دي بيكسل في الويب سايت بحال هذا مثلا. سو ملي كيجي ديك الساعه السيل بيكسل كديتيكتا فيه باللي راه جات سيل. سو انطلاقا من هذيك الطريقه، يعني متبعين الطريق انطلاقا من هذاك البيكسل كيقدروا يعرفوا باللي راه سيل جات في هذا البرودوي سبيسيفيك، وديك الساعه كيديكلاريو لينا ولا كيعطيو تقريبا مور اكوريت، يعني اكثر من 90% باغ كونتر لي بلاتفورم الاخرين. يعني هذا البروبليم اللي كان وقع اولا اللي دارته شوبيفاي، ماشي دارته يعني نقدر نقول غير صحات هذيك الغلط اللي كانت دايره، قتلات بزاف ديال السوفتويرز. كاين شي وحدين منهم بزاف اللي هما سدوا، يعني بزاف ديال السوفتويرز ديال التراكين اللي ما بقاوش خدامين، وكاين شي وحدين اللي لقاو دي سوليسيون بحال ديال سيميلر ويب بحال هذوك. والوحيده اللي بدات كتعطي ريزولتا مور اكوريت اللي هي سباي سيلز، واللي كنريكومونديها بيان سور، واللي ديجا جربتها حتى في دي ستور اخرين واللي كتعطي ريزولتا قريبه بالنسبه ل 90 حتى 95%. لحقاش هذا السوجي ديال التراكين مهم بزاف، يعني ايماجين شحال هادي كنا ديما كنعرفوا البرودوي شحال جاب عاد ابري كنخدموا به. دونك الا كان شي واحد كيعطينا ريزولتا اللي هي فيك وانت بازو عليها باش نتيستيو داك البرودوي في الاخر ما يخدمش لينا، غنبقاو نقولوا منين كاين المشكل. هو اصلا المشكل داك البرودوي راه ما كانش كيجيب مبيعات، وماشي واحد البرودوي اللي هو مزيان باش نقدر نخدم به في الايكوم اولا في دروب شيبينغ. ندوزو دابا لسترايب. سترايب اللي وقعوا فيها بزاف ديال المشاكل مؤخرا، ومنهم انهم ما بقاوش كي اكسبتيو فيرست فورميشن ادريس. سو تخيلوا معايا انه اكثر من 60,000 واحد مغربي اللي حال كومباني فيرست فورميشن ومستعبلين سترايب نفس الادريس، واللي الاغلبيه ديالهم هذوك سترايب اكونت ديالهم تسدوا. علاش؟ لحقاش اغلبيه ديالهم تسدوا سواء عن طريق سكام سواء انهم كيديروا دروب شيبينغ. وهنا قال سترايب انه منع هذه الحاله، يعني فيرست فورميشن ادريس ما بقاش كتاكسبتيها سترايب. يعني دابا ولينا حتى اللي بغينا نحلوا كومباني خصنا نقلبوا على اودر بلاتفورمز نقدروا نحلوا بهم كومبانيز اخرين. يعني اي واحد حل دابا فيرست فورميشن وتسد ليه عارف باللي راه الاغلبيه غير من لادريس، انا قبل ما توصل لي فيريفيكاسيون الاخرين سواء ديال الاي دي سواء ديال الستور. ما بين لي بلاتفورم اللي لقيت اخرين اللي مازال فريش وقليل الدراري اللي حل فيهم كومبانيز هما هاد جوج هادو. كاين هاد يور كومباني فورميشن اللي تقدروا تاخذوا فيها الباك اللي كتبات حلو كومباني ديال البريفيسي اللي هو كافي. كاين واحد اخر كومبانيز مود سامبل اللي تقدروا تحلوا بها في الباك ديال البريفيسي اللي هو كافي. كاين سوليسيون اخر هو تمشيو تهضروا مع شي واحد في فايفر راه كيحلوا كومبانيز غير ب 15 الباوند ولا 20 باوند، تعطوا لي زانفو كاملين وغيحل لكم كومباني بواحد الادريس اللي ما كاين حتى شي واحد، وغادي يعطيكم لي زانفو ملي يخرجوا الدوكيمنت غادي يصيفطهم لكم وتقدروا ديك الساعه تخدموا بهم انستيد اوف فيرست فورميشن. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هو انه سترايب ولات كتعطي سيلفي فيريفيكيشن جوج ديال المرات. اول مره مع شي الله كتحل الاكونت سواء كيعطيوها لك من ديبار اولا مره ما كدوز واحد ترانزاكسيون حتى الخمسه ديال لي ترانزاكسيون كيعطوك سيلفي فيريفيكيشن دوزها. الحاجه الجديده دابا هو انه مورا تقريبا ما كدير ابتداء من 700 800 دولار 1000 دولار الفوق ولاو كيعطوك واحد سيلفي فيريفيكيشن اخرى باش كيتاكدوا بلي راك انت هو بصح مول هذاك الشخص ومول هذاك الاكونت. وعلاش داروا هذا التحديث؟ لحقاش عرفوا بلي كاينين بزاف ديال الكومبانيز اولا اشخاص اللي كيبيعوا لي سترايب اكونت. سو ايماجين انا غادي نشري واحد سترايب اكونت عند واحد الشخص مثلا اللي ولاو كيتباعوا دابا شويه غاليين، ويقول لك بلي راه ديزا فيه السيلفي فيريفيكيشن وغنشدو غادي نمشي نخدم به، غنخدم به غنوصل به 1000 دولار ويطلبوا مني عاوتاني سترايب سيلفي فيريفيكيشن اخرى، يعني غنضطر انه نمشي عند هذاك السيلر
او يقلب لي على داك الشخص اللي دوز بالسيلفي فيريفيكيشن، وديك الساعه نقدر عادي يقدر يدوز لي السيلفي، عاد ديك الساعه نقدر نكمل الخدمه. يعني داروا هاد الابديت باش يمنعوا دوك الناس اللي كيبيعوا لي سترايب اكاونت ما يبقاوش يبيعوهم، بويسكو غادي يقدروا يبداو اشاك فوا يطلبوا لك سيلفي فيريفيكيشن. ولحد الساعه انا فيريفيت، يعني فيريفيت واحد سترايب اكاونت جديد، طلبوا لي في الاول، طلبوا لي ابري ما وصلت 1000 دولار، وممكن عاوتاني يطلبوها فرضا داك ستور وصل 50000 100000 دولار سون. سو هاد الابديت ديروه في بالكم، سيرتو لي كنتو كتشريو سترايب اكاونت. سو اللي كان عندكم شي بروفايدر كتشرو من عنده، ديما خصو يعرف باللي راه مازال غتحتاجوه مستقبلا في اي سيلفي فيريفيكيشن اخرى جات جديده. الحاجه الثالثه هي البي اوت. الا كان عندك اكاونت بازي على الدولار، سو المينيموم بي اوت اللي تقدر دابا دير هو انطلاقا من 250 دولار. يعني فرضا دخلوا عندك سيلز ومازال ما وصلوش 250 دولار، ما غتقدرش دير لهم البي اوت حتى توصل اتليست 250 دولار، عاد ديك الساعه يصيفطوا لك البي اوت للبنك اكاونت ديالك. وحاجه اخرى اللي عندها علاقه عاوتاني بسترايب هي البروف اوف ادريس، اللي مؤخرا ولاو كيتحكسوا فيها واحد شويه. يعني بروف اوف ادريس هو نفس واحد الاكسبيريونس واحد سترايب اكاونت جديد اللي اشاك فوا كيطلبوا مني حاجه. يعني مثلا صيفط لهم كيف ما العاده بنك ستيتمنت ديال شي بنك ديالي بيرسونيل، واللي ما بقاوش كيقبلوها، يعني ما بقاوش كيقولوا لك بنك ستيتمنت لحقاش عرفوا بلي بزاف الناس ولاو كيفيكيوها. سواء ولاو كيطلبوا منك بعض المرات باسبور، بعض المرات كيطلبوا منك شي فاكتوره ديال الماء والضوء، الاغلبيه ما كتكونش بسميتهم. والسوليسيون اللي لقيت هو انني بديت كنبروفايد لهم السيرتيفيكا ديال الريزيدونس، يعني شهاده السكنه اللي يقدر اي واحد يصاوبها، عاد ولاو كيدوزوا بها بروف ديال الادريس. غير تاكدوا باللي نفس الادريس اللي كاينه في هذيك الورقه هي نفسها اللي حاطين في الاكونت، لحقاش سيرتو حنا في المغرب يقدر واحد يكتب جروب ويقدر واحد يكتب جي ار او لي جي ار بي وما يقدروا ما يفهموهاش. يعني اكزاكتومون كيف ما خصها تكون فاكتوره ولا في شهاده ديال السكنه هي اللي خصها تكون في الاكونت باش يقدر غير الروبو هو الوحيد اللي يدوزها. الاشكال اللي لقيت هو انه مورا ما دوزوش ليا في الاول البنك ستيتمنت، ولاش كنهضر مع السيبور. ملي كنهضر مع السيبور كل مره كل واحد كيقول لي حاجه، يعني كيقول لي مثلا ان فيريفيو مانويل، كنحطها ليه مانويل كدوز 10 ايام كيفيريفي حتى شي واحد. كنعاود نصوني عليهم كيقول لي شي واحد اخر خاصك واحد دوكيمنت اخر، كنمشي نوجد واحد دوكيمنت اخر، كنعاود نهضر مع السيبور حيت تعطلو، كيجي هذاك عاوتاني جديد كيطلب مني حاجه جديده. سو كتكون واحد الروينه شويه. سو باش ما تدخلوش في الصداعات بزاف سيرتو المانويل فيريفيكيشن، من الاحسن في الاول سواء فاكتوره ديال الماء ولا الضو اولا الشهاده ديال السكنه، وتكون اكزاكتومون نفس السميه ولا الادريس اللي حاطين في سترايب اكاونت باش تقدر تدوز في الاول. سينو راه غتبقى هاد البيريود ديال الفيريفيكيشن محده، هي كاينه محده، ما تقدروش ديروا البي اوت، وعندها غير واحد البيريود تقريبا، ويقدروا يسدوا لكم هذاك الاكاونت في حاله ما تفيريفياش. في سجة اخر نهضر لكم على واحد الفيوتشر جديده اللي تزاد في اكس باي، اللي عندها علاقه بالاد سباي ديال الاد ليبراري. يعني فاسيلمون عاود تبقى تقلب على لي زادز اليوم سكيلبل في الاد ليبراري وكتضيع فيهم بزاف الوقت. اكس باي ولات كتقدر انك تفلتري بدي زادز اليوم اكتيف، وغادي تقدر تطيح ديريكتومون في لي زادز اليوم سكيلبل. سكيلبل غادي تدخل، يعني كاين ناس اخرين كيسكيلو به، غتشوف واش داك البرودوي مزيان واش كيجيب سيلز، وابخي غادي تقدر تخدم به. ونوريكم واحد البروف بالزربه. So for example هنا نقدر نختار اشمل بلاتفورم، واش شوبيفاي واش ووكوميرس، نقدر نختار الكونتريز اللي بغيت، ونقدر نختار البيكسل في حالة ما بغيت غير لي زادز اللي عندهم علاقة بفيسبوك ادز. وهنا نقدر نفلتر بلي زادز اكتيف، يعني اصلا بلا تفلتر نقدر نشوف غير لي زادز اللي هما ديجا فيهم اكثر من 10 لي زادز اكتيف، 20 25. سينو نقدر نجينا مثلا ونختار ابتداء من 20 ادز اكتيف وغادي يطلعوا ليا كاملين، يعني مباشره غادي يطلعوا ليا ديزاتس لي في ريل تايم، يعني جداد اوتوماتيكمون. انتما كتما كتشوفوا 19 ديسمبر واللي ديجا مسكينين. يعني كنشوف على حساب النيش اللي خدام بها انايا، فور اكزامبل هاد البرودوي كيبان ليا طالقينو في الاسترالي شوبيفاي بيكسل ديال فيسبوك. اشوفوا عجبني باي دو هاد البرودوي راه وينر هاد الوقيته. سو الا دخلت الشوب نشوف ستور ديالو، نقدر ديك الساعه نشوف شحال كيجيب ديال السيلز، ومن بعد غادي نمشي نخدم عليه. ونفس المثال بالنسبه لليزات اخرين، يعني ما لا نهايه ديال ليزات اللي هما سكيلبل، تقدروا ما تحتاجوا لا فلتر لا والو. وفوالا، يعني بهذه الطريقه بالزربه تقدروا تطيحوا في دي برودوي اللي هما خدامين دغيا على الناس اخرين، تقدروا حتى ما تخدموا بهم. واللي خدام بشي نيش فور اكزامبل ديال الفاشن راه يقدر يدير سيرش ادز هنا مثلا، نكتب
دريس او فاشن او سمثينغ ويطلعوا لي لي زات اللي عندهم علاقه بالفاشن واللي هما ديجا كيتسكيلاو. سو غير شوف برودوي اللي بان لي بوتونسييل كيجيب سيلز يقدر يمشي ويخدم به و فوالا. يعني هاد الطريقه تربحكم بزاف ديال الوقت واللي هي سريعه باش تطيحوا في دي برودوي اللي هما خدامين مزيان. اما في السوجي ديال فيسبوك ادز كاين بعض التحديثات ولكن بصد، ولكن التحديثات اللي عندهم علاقه بدي استراتيجي ماشي علاقه بالتكنيك، باسكو التكنيك تقريبا مازال داكشي هو. ولكن في هاد الكيوفور اللي فات ديجا سكيليت شحال من برودوي وبديت كنجرب دي استراتيجي اللي هما فريمون زوينين، وهاد لي استراتيجي كنت كنهرب منهم من الكومبيتيشن. سو تكونوا ديجا كتلاحظوا ان في هاد الكيوفور كان كيكون سي بي سي طالع، كان كيكون سي بي ام طالع، وهاد الحاجه اللي هي نورمال لحقاش كاينين بزاف ديال البراندز اللي كيسباندو مليونز اوف دولارز في نفس التارجت اللي حنا كنتارجتيو. داكشي علاش فيسبوك كطلع لي كوز. بديت كنطبق دي استراتيجي اليوم جداد اللي ما كنمشيش ديريكتومو بالسيلز، كنمشي بواحد السوجي اخر. عاد ديك الساعه كنعاود ندير ديريكتي داكشي كامله للسيلز، ولكن لقيت احسن حاجه باش نوريكم هادشي هو عن طريق تشالنج اولا كيس ستادي اللي غيكون ان شاء الله في الفيديو الجاي. غنخليكم هاد لي ديتاي كاملين اللي عندهم علاقه بدي استراتيجي جداد فيسبوك ادز واللي خدمت بهم مزيان في هاد الكيوفور، وغادي نشيريهم معكم عن طريق واحد تشالنج اللي ندير، يعني من زيرو تنوصل لواحد نمبر اللي هو كبير، ونوريكم البروسيس كامله دو ا زد. سو غادي يكون فيديو اللي هو ان شاء الله غيكون احسن فيديو في التشانل ديالي اللي غنلونسيه في راس العام، جيسبر لونسي ان شاء الله في جونفي. سو هذا ما كان في هاد الابديتس كاملين اللي وقعوا. جيسبر تكونوا استفدتوا في هاد الفيديو بزاف. لاول مره كيتفرج ما تنساوش لايك سبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو جاي. Ciao.